صغير بالنسبة للصوت تيكون بوحدو، يعني واخا تنسجلو بارفوا، يعني واخا تشوفو المايكروفون دائما في كاع لسان، سواء كانت اون سين داكسيون سواء كان ديال اون سين دراماتيك، يعني في نامبورت كيل اوندروا دائما غادي نلقاو المايكروفون. جوج ديال الاسباب: اول حاجة خصنا دائما نكونو عارفين الهضرة اللي تقالت في هذيك اللقطة، واخا تكون فيها تشاش او لا، هادشي ما تيهمش، يعني هذاك الاوديو اللي كنسجلو في الاول تيكون هير باش نعرفو الميزون سين كيديرو فين غادا. الخطوة الثانية هي فين تنقدروا نعاودوا نسجلوا الصوت في استوديو، وكان وكنتبعوا بيان سور كنتبعوا لو ريتم ديال الصوت الاول اللي ما تسمعش مزيان مثلا، ولا في الزنقه تيكونوا بزاف تاع لي بيرتورباسيون، مالغري يقدروا يتحيدوا في المونتاج، مي دو بريفيرونس كي تعاود الصوت باش يتسمع نقي في استوديو. وهنا عاوتاني هما حنا ما غاديش نعاودو كاع لو فيلم في ستوديو، مي تيتعاودو لي سين اللي تشدو اللي ما تشدوش مزيان، اللي الصوت كان فيهم كانت بزاف تاع البيرتورباسيون، داك الاصوات اللي كيجيو كسوا شي طائره دازت من الفوق ولا شي طوموبيل دازت، فهذه تكون اور سكريبت، ما دخلاش كاع في السكريبت، فكيضطروا على انهم يعودوا هذاك الشيء في استوديو. وغالبا تيكون هادشي مع لاكتور برينسيبال، اما في لي زاكتور سيكوندير الا كان حتى شي بيرتورباسيون ما تضيعوش الوقت باش يبقاو عادي يجيبوا هذاك، حيت هو اصلا ماشي بروفيسيونيل، هذوك لي سيكوندير تيكونوا غالبا دي ديبيتون. اش كيديروا؟ كيقطعوا لي كلاس نيشان تتحيد ما تتبقاش في الفيلم،